بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شباب تانية ثانوي الجامدين، أهلا وسهلا بيكم في تاني فيديو لحل الهوم ورك البريشر. يلا بينا بسم الله. السؤال الأول بيقول بريشر از ميجرد إن، اتفقنا مع بعض في الحصة، بص في البورد بتاعت الحصة لو سمحت ما تنفضلهاش. البريشر ايكوال فورس نورمالي بير يونت اريا، ده كان الديفاين. طب اليونت يا اما باسكال يا اما نيوتن بير متر سكوير، يبقى نيوتن بير متر سكوير اللي خرجنا منها حاجتين، بص في الحصه عملنا لهم بروف، كيلو جرام متر ماينس 1 سكند ماينس 2 او جول بير متر كيوب اللي موجوده منهم هي دي. السؤال الثاني بيقول لك in which of the following figure the pressure exerted by the child on the ground is maximum. مين في دول عنده أعلى pressure؟ ال pressure equal force normally على ال area، كل ما ال area تقل ال pressure يزيد، يبقى أكيد الولد ده إنه واقف على رجل واحدة فال pressure عليه أكيد عالي أكيد، إنما سواء ده أو ده أو ده واقفين على area أكبر فال pressure هيبقى أقل. سؤال رقم 3 بيقول the ratio between normal الطبيعي systolic اللي هو الانقباض او البريشر فوق اللي هو بيبقى 120، فاستوليك اللي هو بيبقى تحت اللي هو الانبساط اللي هو 80، فلو عملنا 120 divided 80 ده هيدينا 3 over 2 هيبقى اجابه دي. اوكي سؤال رقم 4 بيقول لك the opposite figure شو الفيجر اللي قدامك ده في chair كرسي whose legs are put in protector caps، في بروتكتور اهو زي ما انت شايف، قلنا مع بعض في الحصه لو عندك كرسي بالمنظر ده بدل ما الكرسي بيسند على الرجول الرفيعه دي بنحط له بروتكتور اهي. تعمل ايه يعني؟ تعلي الاريا عشان البريشر يحصل فيه ايه؟ يقل. يبقى احنا بنعلي الاريا عشان البريشر يقل فالكرسي ما يبقاش سهل يتكسر، يبقى صعب يتكسر، لانه لما يقعد على رجل رفيعه اقل حد هيقعد عليها هيكسره، انما لما نركب له بروتكتور ده بنعلي الاريا فالبريشر بيقل. سؤال رقم 5 بيقول لك a brick is placed horizontally on a horizontal surface as in figure 1. يبقى الاول كنت حاطط القطعه الحديده دي مثلا horizontally زي ما انت شايف كده. If its orientation يعني اتقلبت او دارت has been changed to be as in figure 2 عدلتها. قلت لك 50 مره لو انت نايم، انت نايم يعني الاريا بتاعتك كبيره، بقيت واقف مش نايم كده الاريا انت وانت نايم ساند على كل ده يعني اريا كبيره، لما تبقى واقف تسند على ده بس يبقى الاريا قليله، ولما الاريا بتقل البريشر بايه؟ بيزيد. نفس الكلام كانك انت ده نايم وبعدين بقيت واقف يبقى اكيد البريشر زاد. هل الويت بتاعك وانت نايم غير الويت بتاعك وانت واقف؟ مستحيل مستحيل، هو الويت بتاعك وانت نايم 600 نيوتن بيزق لتحت، الويت بتاعك وانت واقف 600 نيوتن دي اسمها فورس، يبقى الفورس بتاعتك اوريدي في الحالتين زي بعض، الضغط بقى اكبر عليك وانت واقف، بس انت كده كده نفس البني ادم يعني نفس الفورس فريمينز كونستنت اللي هي اجابه سي. سؤال رقم 6 بيقول لك 4 بلوكس وذ فلات سيرفيس، عندي 4 بلوكات are placed on a some soft clay، الأربعة محطوطين زي ما أنت شايف كده in the position shown which block sink the deepest into the clay، أي يعني من الآخر أني واحدة هتضغط لتحت أكتر، أني واحدة هتغرز لتحت أكتر، يبقى أنت عايز تعرف مين عنده أعلى بريشر. بالراحة بالراحة خالص، أنت عارف إن البريشر إيكوال فورس على أريا، اتفقنا مع بعض في الحصص يا رجالة يا دكاترة ان ده بيتمسح وبيتحط مكانها ام اف جي، صح ولا ايه؟ تمام. تعالى لو انت يا معلم نحسب البريشر 4 مرات، يلا بينا. بريشر ايكوال، طبعا بص عايز تحول الاريا هنا حول، مش عايز براحتك لان كده كده انت بتقارن فالمقارنه اوكي يعني، بس انا هحول عشان انت متعود على ده. البريشر ايكوال فورس اللي هي ام اف جي على اريا، الماس كام؟ 1 هات اول بلوك اهي 1
جرافيتي 10 على الاريا اللي هي ساند عليها 20، مش اللي فوق اللي ساند عليها تحت، تايمز 10 باور نيجاتيف 4 هيديني رقم. ده بريشر 1. البريشر الثاني هيبقى ايكوال الماس 1 جرافيتي 10 الاريا اللي ساند عليها 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. البريشر الثالث الماس 0.5 جرافيتي 10 الاريا اللي ساند عليها 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. الرابع الماس 0.5 الجرافيتي 10 الاريا اللي ساند عليها 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. هتحسب لي كل واحده من دول. الاولى 10 divided 20 times 10 power negative 4 طلع لك 5000 باسكال. التانية 10 divided 10 times 10 power negative 4 هيطلع لك 10,000 باسكال. التالتة 0.5 في 10 divided 20 times 10 power negative 4 تطلع 2500 باسكال. الرابعة والأخيرة 0.5 في 10 divided 10 times 10 power negative 4 تطلع 5000 باسكال، فيبقى أعلى بريشر هي رقم 2. سؤال 7 يبان إنه رغي كتير بس هو سهل قوي قوي. بيقول لك diagram show a glass block، شايف قطعة الإزاز اللي فوق دي resting on table. تعرف تقول لي مين بيضغط على مين؟ جدع، الإزازة بتضغط على الترابيزة، تمام؟ The area of the block in contact with table is X. يعني يا جدعان الاريا اللي بالاحمر، ركز ركز، الاريا اللي بالاحمر دي اسمها X، تمام؟ And the area of the table top is Y. يعني اريا الترابيزة كلها، اريا الترابيزة كلها اسمها Y. انت عندك اريا الازازة بس واريا الترابيزة كلها. الويت بتاع البلوكة اسمه W، يعني الويت بتاع الإزازة بتاع الجلاس اسمه W، الويت بتاع الترابيزة اسمه Q، ويت الترابيزة التابل اسمه Q. تعرف تقول لي البريشر which expression give البريشر exerted on the table by the block؟ يا جدعان اعقل الكلمة، اعقل الكلمة. البريشر ايكوال، هو عايز بريشر مين؟ البلوكة الازازة، يبقى عبارة عن ويت الازازة اللي هي الفرصة الازازة على اريا اللي بتضغط بيها الازازة. انا مالي بقيت الترابيزة وانا بضغط على الترابيزة كلها؟ انا بضغط الازازة هي اللي بتضغط، كأني يا جدعان واقف برجلي الاتنين على الارض، هعوض بالويت بتاعي انا والاريا بتاعت رجلي الاثنين. يعني هل هعوض باريا الكره الارضيه كلها؟ يعني لا، ما انا ضاغط على الجزء ده، يبقى الاريا بتاعت رجلي الاثنين يبقى ايكوال ويت الازازه اسمه ايه؟ واي ولا اكس؟ اسمه اكس، يبقى انا اسف اسمه دبليو، انا اسف. ويت الازازه اسمه دبليو ولا كيو؟ اسمه دبليو، بتاعت الازازه الصغيره دي، الصغيره اللي فوق دي اللي عامل عليها الاسود دي، لان انا بعوض دايما بالويت بتاع الحاجه اللي بتضغط، تمام؟ طب الاريا، بص بص، الازازه بتضغط في الاريا دي بس، دي بس اللي اسمها اكس، يبقى دبليو ديفايدد اكس. سؤال 8 بيقول a submarine has a circular window، او غواصه عندها circular window، حيناها مع بعض في الحصه. الدايمتر is 0.3 متر، يبقى الراديوس 0.3 ديفايدد 1 تبقى 0.15 متر. طبعا الغواصه تحت المايه، فاكتر بيقول لك ماكسيموم اعلى بريشر تستحمله الازاز بتاع الغواصه عشان ما يتكسرش، البريشر ايكوال 660 كيلو. يا ابني كيلو تضرب في 10 باور 3 عشان تبقى باسكال، حلو جدا. هات لي الفورس بكام؟ طب انا عارف يا مستر من الدايره دي ان البريشر فورس نورمال على اريا، لو انا عايز الفورس يبقى ايكوال بريشر في اريا. طب معلش معلش معلش، ممكن نمسح اريا دي خالص ونكتب مكانها باي ار سكوير، ما هي دي يا جدعان الاريا كده كده. يبقى الفورس ايكوال البريشر 660 تايمز 10 باور 3 مضروب في باي
في الراديوس اللي هو 0.15 سكوير بس. فانا بشوف دايما هو مديني ايه، عايز مني ايه، ابدا افك الحاجات اللي معايا عشان اعرف اعوض بيها وطلع الاجابه، فتطلع 46652.6. عندك زرار اسمه اي ان جي هتدوس عليه فهيديك الاجابه 4.66 تايمز 10 باور 3 نيوتن. ممكن ال 66 دي تخليها 67 عشان تبقى الاجابه سي بالابروكسيميشن. طبعا سؤال رقم 9 بيقول if the pressure which affect ground due to standing on girl on her both legs. جدعان بنت، بنتها واقفة على رجليها وقتها في الحصة واقفة على رجليها الاتنين، فالبريشر كان 2.5 تايمز 10 باور 5 نيوتن، يعني إلى حد ما مرتاحة. لما البنت دي يا جدعان تلعب بقى وترفع رجل من رجليها تسند على التانية بس، هل ساعتها البريشر هيفضل هو هو؟ مستحيل يا جدعان مستحيل، البريشر هيزيد الدبل. ليه؟ لأن البنت رفعت رجل من رجليها فبقى الحمل كله على رجل واحدة، كده الاريا قلت الضغط يزيد، بدل 2.5 يتضرب في 2 لأن الاريا من هنا لهنا الاريا ديكريز تو هاف، يبقى البريشر يزيد الدبل على طول، فيبقى 5 تايمز 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير. الحاجات دي كلها يا جدعان عملناها وقت في حصة، أنا بس جاست بفكرك باللي عملناه. سؤال رقم 10 بيقول أبلوك الويت بتاعها فورس جرافيتي يعني اسمها دبليو ونقفيس ريست قاعدة على فيس اريا، الاريا ايكوال ايه؟ تمام. الجرافيتيشنال فيلد اسمها جي، تمام. So the pressure exerted on the ground due to the block. او انا هو مديك الويت اصلا، فالويت ده جدعان هو الفورس كاملة، مش محتاج لسه الويت ده لو يتفك ماس في جرافيتي فاوكي يعني. والاريا طب ما انت عارف ان البريشر ايكوال فورس على اريا، ويا جدعان الفورس بنفكها ماس في جرافيتي على اريا ايكوال، ادي الاريا تحت يا جدعان ماس في جرافيتي دي كلها اسمها ويت، يبقى ويت على اريا على طول. سؤال رقم 11 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر اف ذا اوبجكت از انفيرتد ابسايد داون. لو الاوبجكت ده اتقلب، كلمه انفيرتد ابسايد داون معناها اتقلب، البريشر هيحصل له ايه؟ ببساطة شديدة ببساطة شديدة هو سند على اريا ايه تحت دي؟ سند على اريا ايه؟ سند على اريا كبيرة. لما يا جدعان يتقلب يتقلب كده هيبقى سند على اريا ايه؟ صغيرة، فالبريشر ايه؟ يزيد. يبقى الاول الاريا كانت كبيرة فالبريشر كان قليل، لما قلبه كده الاريا بقت قليلة فالبريشر اكيد هيزيد. اقول لك على حاجة جامدة، انما لو سأل على الفورس، لا يابا لا يا معلم الفورس is constant، ده لو سأل على الفورس، انما هنا بيسأل على البريشر يبقى هيزيد على طول. سؤال حنان وعد في الحصة، two boxes جنب بعض بالراحة، بيقولك لو شلنا واحد، طب قبل ما نشيل معلش ده بيضغط بايه؟ F. ده بيضغط بايه؟ F. تمام. الاريا بتاعت ده اسمها ايه؟ والاريا بتاعت ده اسمها ايه؟ هات البريشر 2F على 2A اهو 2F و2A، فالبريشر يبقى ايكوال F على A. تمام تمام حلو قوي حلو قوي. بيقول لك بقى ايه؟ if you removed one cube، شلنا واحد فيهم يعني بقى واحد بس اهو، اتكلم بقى كده انطق كده، هيبقى بيزق لتحت بايه؟ ب F، والاريا بتاعته اسمها ايه؟ A A بس. يلا هات البريشر يا مستر في ايه؟ اف على ايه؟ هل البريشر اتغير؟ لا، يبقى البريشر ريمين كونست. بص بقى اللي بعديها، الاول خلينا نشرح لك بالراحه، البوكس كان لوحده، تعال نعمل نفس اللي عملناه، بيزق لتحت بايه؟ باف، الاريا اسمها ايه؟ فيبقى البريشر ايكوال اف على ايه؟ حطينا فوقيه بوكس تاني، يعني بقى بوكس فوقيه نفس البوكس تاني بالراحه، ده كده بيزق بايه؟ باف، وده بيزق بايه؟ باف، يعني الارض دلوقتي بيتضغط عليها ب 2F. اوكي، هل الاريا اتغيرت؟ لا يا مستر نفس الاريا اهي، مش دي الاريا اللي لمس الارض؟
ودي الاريا اللي لمس الارض، هي هي اللي حطيت واحد فوقيه، يعني مش زي دي، مش اتنين اريا جنب بعض، لا هو اتنين فوق بعض يعني نفس الاريا. فلما اجي اعوض عن البريشر هيبقى ايكوال اف واف اللي هي 2 اف على ايه، اهي هي ايه واحده بس. الكلام ده اجعله احنا حاطينهم جنب بعض بنجمع ايه دي وايه دي، انما هنا مش كده، دول فوق بعض كده. البريشر زاد من هنا قد ايه؟ اف على ايه بقى 2 اف على ايه، يبقى زاد الدبل انكريز 2 دبل. سؤال رقم 14 بيقول اكيوب كيوب كيوب يا جدعان اللينث والويدث والهايت قد بعض، اللينث بتاعه ايكوال 5 سنتيمتر، الويت بتاعه ايكوال 2.4 نيوتن، is put above a table so the produced pressure. عايز البريشر، سهله جدا سهله جدا، بريشر ايكوال فورس على اريا يعني ايكوال. طبعا دي بنفكها ماس في ايه؟ ماس في جرافيتي اللي هي يعني الويت على طول، لا هو اصلا مديها لك جاهزه اهي، نيوتن اللي هي الفورس، يبقى 2.4. الاريا بتاعت الكيوب هي لينث في لينث صح؟ اللي هي 5 تايمز 5. بسم الله عليك ما تنساش ان ده بالسنتي، وانت ضربته مرتين، ده بالسنتي وده بالسنتي، وتضرب في 10 باور نيجاتيف 4 وانها 50 مره. طالما ده بالسنتي وده بالسنتي تضرب في 10 باور نيجاتيف 4. لا من غير سكوير ولا حاجه. بس هي الفكره كلها ان انت عايز تجيب الاريا؟ اه سهل، عباره عن لينث تايمز لينث. طب ده مديهوني بالسنتي وده مديهوني بالسنتي، فده 10 باور نيجاتيف 2 وده 10 باور نيجاتيف 2 كده بتاعنا مره 10 باور نيجاتيف 4. هتطلع 960. والله يا اما اختار نيوتن بير متر سكوير، يا اما اختار جول بير متر كيوب، يا اما اختار كيلو جرام متر ماينس 1 سكند ماينس 2، يا اما اختار باسكال. مين في دول موجوده بقى؟ اه اهي هي دي. اوكي سؤال 15 حيناموا بعض في الحصه، قال لك in the opposite figure two boxes are placed next to each other and both are opened from the top. The first box has a cubic shape اهو ده كيوب، والتاني عنده cuboidal shape ده cuboid. حلو جدا، يبقى انت عندك كيوب وكيوبويد الاثنين افكت باي اتموسفيريك بريشر، يبقى البريشر از كونستنت. انا قلت لك اول ما يقول لك كلمه عايز ريشيو الفورس تعمل ايه؟ تكتب الفورس لوحدها الاول، الفورس ايكوال بريشر في اريا، اهو الدايره اهي بريشر فورس على اريا، يبقى الفورس بريشر في اريا، البريشر از ايه؟ كونستنت. برافو عليك. يبقى لو انا عايز اف كيوب على اف كيوبويد هي هي اريا كيوب، لان هما دايركت الفورس والاريا دايركت على اريا كيوبويد. الكلام ده يبقى ايكوال اريا الكيوب 20 تايمز 20 هو كده كده لينث في لينث تايمز 10 باور نيجاتيف 4 لو هتحول. طب اريا الكيوبويد هو ساند على المربع اللي تحت ده، شايفه ده اللي هو كام في كام؟ 40 في 20 يبقى 40 تايمز 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 يطلع لك في الاخر 1 اوفر 2. سؤال رقم 16 بيقول the opposite figure represent a solid metallic cylinder of height x، الهايت بتاعها اسمه x، اوكي الاريا بتاعتها اسمها ايه؟ تمام، which is placed on a horizontal surface if the cylinder affected by surface by a pressure كذا. تمام، the density of material of the cylinder equal a، عايز يعرف ال density equal a. طب ممكن بعد اذنك بالراحه عشان احنا ما نتعذبش مع بعض، انا عندي دايرتين دلوقتي، بالله عليك لا تركز يا اخي بالراحه بس. البريشر فورس على اريا تمام، والدنسيتي ماس على فوليوم. حلو جدا، هو دلوقتي بيقول لك انا عايز الدنسيتي، مديك بريشر ركز، مديك بريشر مديك اريا مديك جرافيتي ومديك هايت، اهو عامل لك دوال على الجيفن زي. طب بسم الله، البريشر الاول بس ايكوال ايه؟ فورس على اريا. لا انا عايز اوصل لدنستي لازم. طب بالراحه، ادي الاريا تحت، الفورس ماس في جرافيتي تمام، الاريا لسه تحت والجرافيتي اهي، شيل الماس مش عايزينه، حط مكان الماس ايه؟ دنستي في فوليوم. بس بالراحه بقى احنا كده كده عايزين نجيب الدنستي لوحدها،
الفوليوم خدنا ان هو بيتفك اريا اوف هايت، اوعى تنسى الفوليوم بيتفك اريا والهايت اسمه اكس، مضروبه في الجرافيتي على اريا، اريا تروح مع اريا يتبقى دنستي في اكس في جرافيتي على 1. يعني من الاخر طلع البريشر ايكوال دنستي في اكس في جرافيتي، كان دي على 1 ودي على 1. اعمل كروس مالتيبيكيشن، او الصراحه مش مستاهله يعني كروس، خلاص شيل 1 ده وشيل 1 ده، اكتبها كده ادي دنستي في اكس في جرافيتي. انا عايز اجيب الدنستي لوحدها، تبقى الدنستي ايكوال ايه بقى؟ بريشر على اكس في جي، اللي هي رقم بي بريشر على جي اكس. انا بس بدات بالبريشر، قعدت افك 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 لحد ما وصلت للدنستي. اصعب فكه اللي بتنسوها بتاعت الفوليوم، اللي هي اريا اوف هايت، شلت الفوليوم وحطيت مكانه ده اريا اوف هايت، كنسلت اريا مع اريا اتبقى رو جي اكس، يبقى البريشر ايكوال رو اكس جي، هتجيب رو لوحدها بريشر على اكس في جي. اوكي، سؤال رقم 17 بيقول the opposite figure show the base area and the height of group of bricks if the density of the material of the brick T، لو ال density بتاع T دبل S و Q و Z، ده Z اللي في الأول ده عشان هو مش باين، بس ده Z. بيقول لك ال density بتاع T دبل الباقي، يعني دي نسميها 2 رو 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 رو. مين الاتنين اللي عندهم نفس البريشر؟ طب الأول بس فاكر البريشر ايكوال ايه؟ اه مستر، فورس على اريا، تمام، والفورس ماس في جرافيتي والماس دنستي في فوليوم، فوصلنا للشكل ده. عايزين نعوض بالشكل ده يا جدعان 4 مرات، شوف مين عنده نفس البريشر. بس عايز اقول لك على حاجه، ما تعوضش بالجرافيتي يا حبيبي. ليه 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 تعوض بالجرافيتي؟ يعني كده كده الجرافيتي كونستنت فيهم كلهم، احنا عايزين نقارن، فشيل الجرافيتي من الموضوع. تعالى نجيب بقى بسرعه كده، ركز معايا، بريشر بتاعت زد ايكوال، يلا عوض لي بالدنستي اسمها رو، عوض لي بالفوليوم الاريا في الهايت يبقى ايه في اتش، divided الاريا اسمها A، كنسل A مع A يبقى رو H. تاني ولا يهمك ولا يهمك، هات لي بتاعت Q، يلا بص لي على القانون ده دايما، بص على القانون اللي فوق ده هنعوض فيه، الرو اسمها رو، الفوليوم 2A مضروبه في H على الاريا 2A، كنسل 2A مع 2A يبقى رو H. طب يلا هات لي البريشر بتاع اس، ها الدنستي اسمها رو، الفوليوم 2A في 2H على الاريا 2A، كنسل 2A مع 2A يبقى 2 رو H. طب اخر واحده اللي هي تي ايكوال، ها الدنستي 2 رو، الفوليوم A في H على اسمع الاريا A، كنسل A مع A يبقى 2 رو H. يعني من الآخر Z زي Q، Z زي Q، و S زي T، أهي S زي T، لو كان في Z زي Q كنت اخترتها عادي. سؤال 18 بيقول In the opposite figure if the weight of the solid cube is 60 نيوتن، عايز أعلمك حاجة سيبك تفكر فيها بصراحة، الويت دايما بيزق لفين؟ خدتها انت اصلا المنظر ده وهتاخده كتير قوي في الميكانكس، بيزق لتحت بكام؟ 60 نيوتن. خلي بالك ان دي فورس مايلة بتعمل لها ريزوليوشن، بس هو بيبقى صعب عليك شوية، اهو ركز بس كده وكده. انا اقول لك ليه، دي 30 تبقى دي كام؟ 90 تبقى دي كام؟ 60، فاللي جوه دي تبقى 30. هعملها لك تاني، بس انا هعلمك حاجه دلوقتي حالا تعملها تبقى اسرع في المساله دي، يعني بالراحه. ده بيتفك حتتين، حته كده وحته كده، ليه؟ لان الويت بتاعه بيزق لتحت كده، خلاص. طب نجيب الانجل ازاي؟ انا اقول لك على حاجه، شايف دي؟ هي دي دايما اللي جوه دي 30 و90، هتبقى دي 60 ودي كلها 90، يبقى اللي جوه دي 30.
فاكر كوساين وساين ولا ايه؟ امسح دي عشان ما نغلطش كده، امسح دي. هو مديك دي 60 نيوتن، ممكن تستخدم اي انجل بس يعني استقر على واحده فيهم. القريبه اللي هي دي تاخد ايه؟ كوساين، تاخد كوساين، يبقى دي 60 كوساين 30. طب ودي بقى البعيده عن الانجل خالص 60 ساين 30، عارف هنشطب على مين؟ ها جدع، هنشطب على دي لان دي البارالل ما بتعملش حاجه، انما اللي بيضغط على الترابيزه هي دي، دي اللي هي الكوزاين. فلو عايزك تجيب البريشر ايكوال الفورس عباره عن 60 كوزاين 30. خلي بالك انه قال كلمه كيوب، يبقى السايد الواحد كفايه عشان نجيب الاريا. 9 في 9 ضربنا 2 9 في بعض والاثنين بالسنتي، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 4، يبقى هتبقى 60 كوزاين 30 على 9 تايمز 9 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 يديك 6415 نيوتن بير متر سكوير. معلش بس انا عايز اقول لك على حاجه، خلينا بس نفتح كده سلايد جديدة من الآخر. لو أنت عندك حاجة مايلة بالمنظر ده، نديك مثلا الأنجل دي 70 وفي بوكس بالمنظر ده حبيبي الويت بتاعه بيزق لتحت مثلا ب 100 نيوتن، نبعدها لك تاني كده لوحدها، بتفك 100 دي حتة كده وحتة كده، دايما مش عايزين دي لأن هي بارلل ما بتعملش بريشر، هي دي النورمال اللي بتعمل بريشر، هي دي اللي بتضغط بتعمل حاجه اسمها بريشر، دي على طول بتبقى 70 زيها زي دي، ويبقى هنا 100 كوزاين 70، دي تاخد كوزاين عشان هي الاقرب لها، ودي 100 ساين 70 اللي احنا مش عايزينها. اوكي سؤال 19 بيقول لك سلندر الهايت بتاعه 3 متر، الريديوس بتاعه 0.3 standing on its bottom affecting ground by pressure كذا. هات الدنستي، روح روح هوم هوم بريشر فورس على اريا، دنستي ماس على فوليوم. وبالمره لو انت عايز تجيب الفوليوم عباره عن الاريا في الهايت. طب ايه رايك يا معلم نبدا كده نحط الايه بالراحه كده البريشر ونشوف هنوصل لايه. البريشر ايكوال فورس على اريا، بالروح الفورس بتتفك ماس في جرافيتي على اريا. اوكي الماس الماس بتتفك دنستي في فوليوم، لسه الجرافيتي موجوده والاريا تحت، حلو جدا الكلام ده. ايكوال سيب الجرافيتي زي ما هي والاريا زي ما هي والدنستي زي ما هي، الفوليوم من الدايره دي بيتفك اريا في هايت، فالاريا تطير مع مين؟ مع الاريا، ويبقى لك ان البريشر ايكوال دنستي في جرافيتي. الهايت اهو دنستي وجرافيتي وهايت. ممكن تاني لو سمحت، ممكن تاني معلش من غير ما ترجع الفيديو يا عم، انا عينيا عيد لك تاني عادي، عيد لك تاني عشان تستوعب. يلا يا عم اهو، ها بريشر فورس على اريا، الفورس بتتفك ماس في جرافيتي، ادي الاريا ده ايكوال الماس اهو دنستي في فوليوم، سبت الجرافيتي وسبت الاريا اتبقى الماس دنستي في فوليوم في جرافيتي على اريا، حلو جدا. طب ما احنا اخر حاجه عملناها فكينا الفوليوم، الفوليوم ده ممكن اشيله واحط مكانه اريا في هايت، شلت الفوليوم وحطيت مكانه اريا في هايت، فالاريا اتكنسلت مع الاريا، فبقى لي ان البريشر ايكوال density في height في gravity على 1 عادي خالص. تعال نعوض بقى، pressure بكام؟ 19000 equal density ما اعرفهاش، gravity ب 10 والهايت معايا ب 3. تعرف ان انا تجيب الدنستي ولا لا؟ تقسم الرقم ده على دول، هيديك الدنستي 633 بوينت حاجات، اللي هي هي بالمناسبه 6.33 تايمز 10 باور 2، لو كانت بتعلى قالها هيديك نفس الرقم ده عادي. اهي. اوكي. سؤال رقم 20،
كل مره هتلاقيني مش بسيب سؤال كسل، انا كده كده بسجل الفيديو، بس بسيب دايما السؤال اللي يخليك تفكر شويه. سؤال سهل جدا عايزك انت تحاول تشغل دماغك فيه، كده كده الاسئله بنحلها مع بعض في الحصه عادي خالص، وبنفهمها مع بعض وبنحلها تاني مره واثنين وثلاثه، بس انا عايز السؤال ده تبدا تفكر زي ما 6 اسئله في الدينستي وما رضيتش احلها في الحصص، وقلت لك عيد التفكير فيها تاني واعصر دماغك لحد ما تلاقي الاجابه في سؤال 20. هستناك انت بقى تحله وتقول لي في الحصه عملت فيه. سؤال رقم 21 بيقول لك ترابيزه الويت بتاعها 40 نيوتن ستاند اون 4 ليجز، 4 رجول. ترابيزه يا جدعان يبقى 1 2 3 4، 4 رجول. كل رجل ايتش هافينج اريا كذا، يبقى الاريا الليج الواحده 0.001 متر سكوير. ماليش فيه انا عايز الاريا بتاعت التيبل كلها ايكوال 0.001 اضربها في 4 تبقى 0.004 متر سكوير. عايز البريشر، البريشر ايكوال فورس على اريا ايكوال الفورس معايا ب 40 ودي 0.004. الفكره كلها بس فيك انت، يعني ما ينفعش يقول لك عربيه ويديك الكاوتش الواحد وتعوض بيه، لازم تضرب الاريا بتاعته في 4. 10,000 نيوتن بير متر سكوير. عايز اقول لك على حاجه عشان الناس سالتني في الحصص، واحنا ليه بنضرب الاريا في 4؟ عشان الترابيزه بتضغط باربع رجول 1 2 3 4، فلازم اضرب الاريا في 4. طب مستر ليه ما ضربناش الويت ده في 4؟ ليه نضربه في 4؟ ما ده الويت بتاع الترابيزه. قال لك تيبل الترابيزه كلها الويت بتاعها اللي بتضغط بيه 40، خلاص ده الويت التوتال، شكرا. انما هو بيقول لك عندها 4 رجول كل رجل الاريا بتاعتها كذا، عشان كده ضربت في 4. اخر سؤال تشوز بيقول اكيوبويد الويت بتاعه الرقم ده، كده معانا الويت اتحط على وودن فلور اف ذا هايت، لو الهايت بتاع الكيوبويد، هايت الكيوبويد يعني كانوا بيسموه كيوبويد بيلر اللي هو متوازي المستطيلات يعني 4 متر. يا يعني راجل عم يديني الويت ب 18 تايمز 10 باور 4 نيوتن، مديني الهايت ايكوال 4 متر، مديني الدنسيتي اهي، دنسيتي الكيوبويد ده 6000 كيلو جرام بير متر كيوب. عايز البريشر ومديك كمان الجرافيتي ايكوال 10. ماشي ايه يعني؟ اه مديني دنسيتي دي، فانا ايه بص هعمل ايه؟ عشان فكيتها 50 مره ارجع تاني للفيديو لو سمحت. البريشر ايكوال، هو عايز البريشر، فورس على اريا، الفورس بتتفك ماس في جرافيتي. استنى استنى، ادي الجرافيتي وادي الاريا اهي. الماس دنسيتي في فوليوم، لس ادي الدنسيتي وادي الجرافيتي وادي الاريا، الفوليوم بيتفك اريا في هايت، كنسل اريا مع اريا يبقى دنسيتي وهايت وجرافيتي، يبقى البريشر ايكوال الدنسيتي 6000، طب الهايت 4، طب الجرافيتي 10. خلاص انا مش محتاج الويت في حاجه اصلا، انا فكيت لقيت نفسي محتاج ده وده وده بس، فيديك 24000 باسكال اللي هي دي 24. ممكن الاربع صفر دول احط مكانهم 10 باور 4. شكرا لكم يا شباب، دي كانت مسائل التشويس اللي ممكن تقف معاك. بروبلمز اصلا اللي خدناها في الكتاب بتاعنا كانوا 3 4 مسائل بس، وكلهم اتحلوا بالنص في الحصه. بص على البورد هتشوف الحل بتاعهم عادي، ما فيهمش مشاكل خالص يعني. فاضل لك كده بس الشيت بتاع المعاصر، ان شاء الله ينزل لك الحل بتاعه وينزل لك ليه فيديو برده، عشان نبقى خلصنا الدنيا خالص في درس البريشر. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.